الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا وخليلنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. وحي مسعد حلقة ذيه برامجك وشدوينك بش رمضان يا الله سبحانه وتعالى وشدوينك ووشهد وشدين تصبك أين وحكم ذا حكمة ذا يمعنى ياشي وشدوينك نكت المامين وشدوينك ووين وحكم ذا يا الله سبحانه وتعالى بش رمضان صبك ذا وشدوينك أن نفهم معركتنا مع الشيطان. إنه نفهمه وأين درينه تبالك أين كلتشرنا الشيطان كأين كلتشرنا والشيطان كو سيد الله سبحانه وتعالى إنه الشيطان عدو نويه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. شيطانك عدو يديه الوحد كيالتان عدو كيش. قال الله سبحانه وتعالى وحو تلمامي عدو الداسئين يتهمد موقته وأنقل له وصو قبني إن الشيطان كان للإنسان عدو مبين إنه عدو مضل مبين. إلهي كتلمامي إنه يهي عدو وحباديين إياه ولبنا عدا ودي سواء عدها وأي موقت. شيطانك سنصوص طائي كور بحسي وحدي أرسد عيد مديس وحدي أرسد هبكيس وحيسو النظامي وحيسو الدياري وقرشي الأسامة استي سيونا باديهيو. وحن يكسرنا هاي أبيهن آدم عليه السلام وأمنا حواء عليه السلام إنو كسو صاري شندي كما أخرج أبويكم من الجنة لبضي إني أبو أيو شندي كسو صاري ووسو صاري إلى دار الابتلاء أو كسو صاري من دار النعيم. وحن يقصونا هاي شيطان كونو بلنقلي كون بارتي إنو دادك اللومين أيو وحيا الله سبحانه وتعالى وكبد بادي موياني فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إلهي بكون بارتي مجعيس وحنو بمان تودوان باديين أيا أو اللومين أيا أدو مضا أدحولتي أي أدورتي موياني سيداي ربا شيطانك وحولي هاي المداخل يودين يقابب ويؤديك سدو دات كبادين تودي ويؤديك سدو. وحال سبحانه وتعالى ونوت المامي طرون دي سيودين كيسا وحكم ذا إنو فكر لها خلدا يفتنين ككردون يا شهواتك يا شبهاتك يا وحي نفتو شعلي السنة يسو إن وقفك قلبي سكسو توري. إما الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكير ولك سنة الله سبحانه وتعالى كعب سري مركب مسكح دودة وحق الشيطان كيما اي صومران ويسقبنيا انت يا الله سبحانه وتعالى حصوصتان وحكو توريا فكرة وحمسك حديثة كسو توريا شيء شيء لها ديقف كل مولاده وحلغي ما انو فعل سبدلو. وحلغي نوتر مامي قلوبته إنه كسا طورا يفتنين ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. شيطانك وحودتك قلبي يده إذا كسا طورا قلبي يده ولبنا بكاء
وأن عافمات كقبي إيمان كودو ضعيفي شهوات يما عاصي كم وحده شيطان كوحو كسو طورا وفتن وحيكو فتنو بان شيطان كو مرحلة دواك قدبية وحو قدبية مرحلة الوسوسة قفك إنو وسواسيو وسوسدنا وإنو الشيء كسو العليو من شر الوسواس الخناس إلهي حلقنا وانقريا شيطان كشركيس وحوسواسية الخناس كصنع مغرى أمرك وقفك إلهي حسنا كتبي مرك وحسك اللي تشوشينا كسو الله بني حوص الله بني حوص الله بني يسيو بسو على الأرية حمانتي يا معاصي سمنتي يسيو بسو على الأرية ومرحلة الوسوسة الذي يوسوس في صدور الناس تتكلى به ذي قلوبته أي وسواس كلنية أو حوي شيء ما سميسا ما يسكديسا سمي هسمين وكسوا العلمية وحالة المامي إن وسواس كبد بيو أو يوجد بي مرحلة الأز والدفع إلى فعل الشر قفك إنو كتخون تخيني تبدأ كالريحي إنو حمانتي السمعي وكتخ تقسين يقوات كيني ألم ترى أن أرسل الشياطين على الكافرين تأزهم أزا أي تدفعهم إلى الكفر والمعاصي دفعا سيدا قالوا استاذي وكلل الريحي أي اسكد إيا إنو كتوبي إنو كتخون تخيني إنه وحوي كوتر ترسيه مع صيد حمانتي نتصميص وحوجد بيا مرحلة الوعد والتمني إنه بلنقات كو سميه إنه يباه كو سميه إنه يدي ديلك وقليه تمني إنه كقليه الله سبحانه وتعالى وحولي سوى شيطاك كهلي يعيدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا طلقات موسى مينية وحبوئي يبوهية وحبوئي مينية أمنيات وحنفت وإيش علي صنيس ومستقبل كيدوني سينيهش وحبوئي حنت إسكدة مولبت قاريسة تاجرين بمقنيسة بسنس كاغا بلالية وكبعية خورو مربط سمينيسة وحاهدات سميسا هالكاسات كباريسا دراغنا استعمال خمرنا استعمال واد مرقاميسا واد فياميسا سفي عبادوك أفكريسا وحد قاريسا مول وحاوية ياد كباريسا نوعك استوم مع الصيادة يدنوب تكمدة وحو سمينا يا مواعيد ايو أماني بانا وددكو اي كنقد سوميان إلهي حول وما يعدهم الشيطان إلا غرورا الشيطان تبتان مويانا وحكالي وحيكون دقمان مويانا وحكالي ويبوهم أي وحي أبد بيا مرحلة التخويف مركب بينك وعبس قريو حمانتي هداد سامين ويدن من بغنين وكسو قاريو وحي الوفر اللي يلاقينا تكتك توذن بيوينا حوي أيو كو عب سجلينية ورمى يواجب كهداد قودته لباتو ينباكو سوقارية إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه إلى هوحو تلمام الشيطان أوليدي سيدتك كوحرم مغلية إنو عب سجلينية أرققح جلينية رعبي يبقدن إنو قلبي وذكوا بوري وضبرا خيرك وحي ربع صدال إنو عليس كبير مني ودورنا إياها داس خيرك ونا قاسا ميو شقد يدبا هليس كليس وضبرا وضبعا يسيو شقد يسوي لا شغل
midba macaasiduu u samaynaya culays uu ka dareemayo tegidda uu ka tegayo. Mar baan xasuustaa khudbad jimcaan kaga hadlay garka in la xiraa inay xaaraan tahay, afarta madhahabood baa isku waafaqsan yihiin, dabana nin jamaci ka mid ay yimi wuxuu waan jecelahay garka inaan la baxo, laakiin wuxuu yidhi haddaan garka la baxo waxaad moodaa kintaal ama kiish bariisa madaxa in lain saaray, culays ma qaadi karo, ma qaadi karo, waa culays xagga shaytaanka kaga yimi oo ugu sheekeeyey dareensiiyey garkaa ilaahay hibada u siiyey ragga iyo dumarka lagu kala soocayo ee sunnadii ambiyada ah in haddii uu la baxo culayska timahaasi ay leeyihiin inay kaga dareeyaan sidii kabdad ama kintaal oo kale, konton kiish, konton kiilo kiish ah ama ka badan, in madaxa loo saaray culays awgeed, taasaa igu kalliftay buuri ilaa uu gaaro shaydaanku annahu yuzayin wayusawil, inuu qurxiyo dhaldhalaaliyo macaaneeyo wax wanaagsan kuu tuso wixii alle subxaanahu watacaala caragelinay. Ramadaan iyo shaydaan maxaa ka dhexeeya? waxaanu xalqada ku bilownay bisha ramadaan waxaynu ku fahmaynaa dagaalka aynu kula jirna shaydaanka. Shaydaanka iyo bisha ramadaan maxaa ka dhexeeya? bisha ramadaan waxyaabaha ay ku fadliga badan tahay waxaa ka mid ah, waxyaabaha ay dheer tahay bilaha kale waxaa ka mid ah, nabigu ku ammaanay calayhi salaatu wasalaam bishani inay leedahay ida jaa ramadaan futixat abwaabu aljanna wa uliqat abwaabu aljaxiim wa sufidat ashayaatiin wa sulsilat ashayaatiin. wuxuu nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam bisha ramadaan haddii ay soo gasho shayaatiinta ayaa la xidhxidhaa, sulsilati shayaatiin waa la katiinadeeyaa. lafdigii kale wuxuu ahaa watughallu fiihi maradatu ljaan, jinka kuwooda madaxaadada waaweyn ee sharka badan ayaa qacmahooda qoortooda lagu xidhaa, waxaa loo gelayaa ghulli baa loo geliyaa. waxaa la tilmaamay bisha ramadaan shayaatiinta in la xakamaynayo, in la xidhxidhayo, in la silsiladaynayo, in alle subxaanahu watacaala dadka ka xanibayo. bisha ramadaan oo khayr badan iyo daacooyin badan laynoo jiyeeyey, shaydaanka iyo sida uu wax u lumiyana aynu soo tilmaannay, dadka khayrka uu soo jirayo ayaa waxay noqonaysaa fursad weyn oo alle subxaanahu watacaala shaydaanka kaaga heliyey. wa khuliqa linsaanu daciifa, insaanku waa daciif, waa taag daranya, oo waxa weeye si yaroo fudud ayuu u dhaba nuglaanaya. laakiin waxaa kaloo dhinac taalla, ina kayda shaytaani kaana daciifa, habardaamada iyo dhagarta shaytaankoodu ku wadaana waa daciif. marka labadaba dacfiba ku jira, insaanku wuxuu u dhaba nugul yahay shahawaadka iyo waxay naftu jeceshahay macaasiya ayuu waxa weeye daciif u yahay oo u dhaba nugul yahay. dhinac kale shaytaanka dhagartiisuna waa daciif oo in yaroo iska caabina oo iska waabina ayaa qofka looga baahan yahay. bisha ramadaan waxay kuugu kaalmaynaysaa dacfigaagibaa la xoojiyey, oo bisha ramadaan shaydaankiibaa la sii daciifiyey oo lagaa xanibay
سيداوي واحد لا قاد دون يجاني سكان يتكفى يديسته هذا ودي أتسيسي مرة كوتشابين يكاد كاني مرة أتكاد كاني سي أما أنت اللواحة النبي اللواحة بسي وفرصة يجاني سادوي والشيطان كسيد الله لده بعلمه يتبيه سيحيل ديهيس أما أنت تقدر أتشاني سوها يسطو إن أدلبت يقوشا ديالته شيطانك مركي من أغنى بشهر رمضان حلقية با إلا سويديو بشهر رمضان دتكم عاصدة وصمية بل وحي من أركي إن أدد أسي تفحيدنا يدلبت يمعاصدة وكسي فوقن حمانت هدي أي تاهي صوم كينا يسكدائيا هدي أي تاهي لهو وي لهو هدي أي تاهي مسلسلاتك يا هدي أي تاهي براها بلشغة اللي بفوق جنا هذا وحن حن لغة داوضو شيطان كيبا الله حبسي ذنوبتي يا معاصدي نواس عطا قارنا حركاها بي قوستين سيد الله يسوى فتشنية وحالا يسوى فتشنية علماء قال وحي بهذين أحاديث ولا يسمعنا نيس وتغل فيه مرضة الجان كل واوينا أيا وحوي الله حبسي اخترتها يا خبرة لها صغار الشياطين كوبا لي وراء وأي نسكوى من كره كو نوع عصبة ضدك فتنين يولى سوداي معناها علماء قروكم معنيين قروح يكون معنيين وسلسلة الشياطين شياطين تيوالا السلسلة دي قعمه دي بقورته دل وحري لكن وين بحشو بان ويكتين دي سيين وحيا بدبان وإيقابانيين بقبقاق بدبان وإيسامينيين أي أن سبحانه وتعالى حكمي لكن تام عليه دماء وسواس كيس هي شركي سوين عن قفل سوقار الماء قفدل كتيم ذيو ويحر حرية يسوي قعمي سيقورتي سوى يسكد وانتهي بلغي عبادتك إن الصوب أحمر طبعا هذا الكيس تبضن وكل ميو وتبضن تاي كفت نوبان معناها نوال بمعني وحكروا اللي بمعني مداخشي ودينك الشيطان كو نفتك سو قري كو بلا لحري أما لا عدولي أما لا يري وحكروا اللي نشهد عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم الشيطان كو ابن آدم كوحو بحصو ذا هل بولا يا شديك قفكم مركو الصوم أودا تشودو وحوية أودي سايرانيس ديجي سايا يراني وضعيف يا هل بين ياشي ديجا قادي يبا يراني ويا عنتظر أنه كقرا عنه أنه كقرا عنه قيوة كم دي ديج بيسو بدلي هل بين ياشي بيحصو ذا شيطان كنا وحوية مركا للصوم هل بولا ياشا ساعديد كل مقامية حرية ديوه هايستي إن وقفك بنا آدم كاتشركي سسود دارا ودحقاده تيبا وحروية عديد المقاميس مركا الشيطان كان لاحد حري وحال لاحد حري ماليه أمري مجاردي سي ماليه أمري با لاحد حري معناها نواله معني وحكرا لهم معني الشيطان كان يدعى لاحد حري أياها دان فيه التربية دي يددك معلن كوها ينفتي الليلي كوب يتوانك بروت إن النفس لا أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي نفتي ما وحي سي وليس وشيطان كوحي وقبني قبنيس ووحد ترى الشياطين الإنس عمل في شيطان كوقبني مثل ماذا قبنيه وددك فتنينية ونفتي دو انتي حماتي دون ينفاها كرانين حميان ولا ليال
waxaan u baahanahay shaytaanka sharkiisa inaynu fahanno oo aad iyo aad aynu uga tigtoonaano. meelaha shaytaanku inaga soo gelaya waxaa ka mid a alqadab, qofku inuu carada iska ilaaliyo. wuxuu nabi nagu calayhi salaatu wasalaam, qofku markuu sooman yahay, maalinka uu sooman yahay, haddii la caayo fain saabahu axadun aw qaatala, qof hadduu la dagaalamo ama uu aflagaadeeyo yaanu cadhoon, ee ha ku jawaabo inni imruun saa'im, anigu waxaan ahay qof sooman. waxaa laynoo tilmaamay meelaha ugu waaweyn ee shaytaanku uu dadka ka soo galo, dharga ayaa ka mid a ashabac, ashibac in la dhargo oo calooshu ay buuxdo. kalaa ina alinsaana la yatgaa an ra'aahu istaghna, gaajaduna way idbinaysa. sidaa ugudba soomku waxay yaraanaya, dharaga yaraanaya, taasina waxay awdaysaa albaab weyn oo shaytaanku kaasoo geli lahaa. alcajala wa tarku tathabut, albaabada waaweyn ee shaytaanka waxaa ka mida fudaydka iyo degdeg, iyo qofku inuu sal fudayd yeesho, wax iska hubsan, baaraandeg aanu lahayn. bisha ramadaanna qofku waa degan yahay, oo waxa weeye xasilooni iyo deganaansho ayuu ku tilmaaman yahay. waxaa ka mid a xubnihii, hadday tahay ishii, oo qofku bisha ramadaan iyo bilaha kaleba uu tuurayo, qacmihii, lugihii, dhagihii, iyaduna bisha ramadaan marka qofku khayrka uu ku mashquulo, xubnahaas sharkooda iyo xumaantooda waa yaraanaya, oo shaytaanku siduu u adeegsanayo u adeegsan maayo. waxaa la mid a asuxbatu saalixa, bisha ramadaan qofku dadkiibuu la soomaya, taraawiixdii iyo tahajudkiibuu la tukanayaa, masaajidadii baa lasoo buuxinayaa, dadku khayrkay u wada u heelayhin in badan oo ka mid a. taasina waxay yaraynaysaa keli noqoshadii shaytaanku uu ka faa'iidaysanayay. fainamaa ya'kulu adh-dhi'bu min alghanam ash-shaata alqaasiya, iyagu adhiga wuxuu ka cunaa ta keli socodka ah. waxyaabaha lagu daweynayo waxaa ka mid a ee shaytaanka aynu kula sii dagaalamayno bisha ramadaan, fursadaha iyo jaanisyada iyo abwaabta khayrka ee bisha ramadaan qofku inuu ka faa'iidaysto. hadday tahay soomkiisa inuu ilaaliyo, haddii ay tahay salaatuleylka iyo taraawiixda inuu ku dadaalo, haddii ay tahay sadaqadii inuu ku dadaalo, haddii ay tahay qur-aan akhriskii, acmaashii kala duwanayd inuu ku dadaalo, oo ay ugu sii muhiimsan tahay marka shaytaanka laga hadlayo, qofku alle subxaanahu wa tacaala xuskiisa inuu badiyo, oo subaxa hore, gelinka dambe, adkaaru sabaaxi walmasaa, adkaarta kala duwan, adkaarta sii daysan, subxaana allahi wabixamdi, subxaana allahi alcadiim, subxaana allah walxamdu lilah, walaa ilaaha ila allah wallahu akbar, walaa xawla walaa quwata ila billah, dikriga iyo xuska alle inuu dhufays iyo gaashaan ka dhigto, see nabigu inoo sheego calayhi salaatu wasalaam. intaynu xalqad kale ka gaadhayno, astawdiicukum allah, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu.